السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة من ضمن سلسلة الفيديوهات التعليمية الخاصة بالناس المبتدئة هنتكلم على أدوات أساسية المفروض تكون معاكم لما تبدأوا شغل الريزن. أول حاجة الميزان. أنا طبعا ده الميزان بتاعي شغالة بيه، هو الحجر قربيف ده، هو النوع ده بيبقى معاه كمان شاحن حلو جدا، فلو الحجر فضي منك وانت شغالة بتحطي الشاحن في الفيشة فيشتغل. انا معايا مهيس شويه عشان الحجر فاضي اصلا، فيبقى اهم حاجه من الادوات بتاعتنا الميزان عشان نعمل مقاديرنا برضو مظبوطه بالجرامات. طبعا عصيان الخشب دي مهمه جدا جدا جدا، انا يعني ما بستغناش عنها في خلط الرزن، بحب ان انا اخلط بيها كويس جدا. ومعانا طبعا الكوبايات البلاستيك دي اساسيه معاكي، علشان لو بتعملي اكتر من لون يبقى عندك كوبايات، كل كوبايه بتعمليها بلون معين وتبداي تشتغلي. برضو معانا القطارات او السحابات، دي مهمتها حلوه قوي في القوالب الصغيره اللي فتحتها مثلا حاجه بسيطه، فانا بمجرد ان دي بتسهل لي خالص الاستخدام على القوالب الصغيره. هنا انا معايا برضو الالوان، بقى الالوان في انواع كتير على فكرة، انتي مش ملزمة بحاجة، بس ايه انا بقول لكم الحاجات اللي انا بستخدمها وشايفاها حلوة. دي الوان المايكا، الوان المايكا دي بتبقى لامعة بجد تحفة جدا مع الريزن، بتتحكمي فيها اما مثلا لو حابة اللون فاتح بتحطي حاجة بسيطة من البودر وبتخلطي، حابة اللون اغمق بتزودي البودر شوية، فيبقى الوان المايكا بنتحكم فيها سواء اللون شفاف او غامق بالكمية اللي احنا بنحطها. ودي نوع الوان زي الوان سكيب كده برضو حلوة قوي، بس دي لو استخدمناها بنرج الازازة كويس جدا جدا، مجرد نقطة بسيطة وبنلون عشان تدينا اللون شفاف. ودي برضو الوان مايكا بس الوان تانية. طبعا احنا على مدار سلسلة الفيديوهات التعليمية الناس المبتدئة هنشتغل بحاجات كتير. النهاردة حبيت اتكلم برضو عن الاشكال دي. دي قشور الأوبال، حلوة قوي 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 في تزيين الريزن، هنستخدمها برضو هنعمل بيها شغل حلو. الوانها بجد رائعة، جميلة، مبهجة، بتعمل شغل رائع جدا بجد، فان شاء الله برضو هنشتغل بيها. هي قشور الأوبال دي الحاجة الوحيدة الموجودة عندي على الصفحة دلوقتي في الخامات، هي والقوالب. طبعا نيجي برضو النوع ألوان أكريليك، أنا هستخدمه برضو، بيديني تأثيرات معينة في حاجات هوريها لكم على مدار الفيديوهات، عشان في فيديو مخصوص هنستخدم فيه ألوان أكريليك عشان عاوزين نوع لون كده معين الناس كلها نفسها تعرف بيتعمل ازاي، وما بيتعملش إلا بألوان الأكريليك. ده الجفت طبعا اساسي معانا، بحيث ان احنا لو هنزين او مثلا بنحط اي حاجة جوه الريزن، بقى ورق ذهب ورق فضة اي حاجة بنمسكه بايه بالجفت. دي الوان باستل برضو انا كنت بستخدمها، مجرد ان انا بالقطر ببدأ ان انا ببشره ناعم جدا، بيلون لي حلو جدا، بس انتوا تخلي بالكم في حتة ان لو البشر بتاعكم كان في قطع مش بتدوب وبترسب في الريزن، فالافضل بالنسبة لكم استخدموا الوان المايكا، لكن انا الوان الباستل بتحكم ان انا ببشر ناعم جدا 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 على قد ما اقدر، فما يحصلش فيه ترسب وتلاقوا نقط الوان تحت في القطع. برضو من الاساسي معانا بقى لو هنشتغل اكسسوار، معانا العدة بتاعتنا اللي بنركب بيها الاكسسوار، زي السلاسل بقى، الميداليات، اي حاجة. في اساسي معانا ثلاث عدد كده، كل عدة ليها شغل مختلف. ودي برضو خرز كريستال كده لو حبينا نظبط بيه الشغل. ده البوليمير، انا كان عندي مجموعة اشكال برضو، هي من الخامات الموجودة عندي على الصفحة، بس المتاح حاليا على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك البوليمير اللي هو الورد والفاكهة بس، بقيت الاشكال للأسف كلها خلصت، فالحقوا خدوهم بقى لو حابين. طبعا صفحتي على الفيس اسمها قوالب عجينة السيراميك والصلصال الحريري والريزن، هبقى انزل لكم اسمها او اللينك بتاعها. البوليمير ده برضو بنعمل بيه اشكال حلوة جدا جدا جدا، يعني رائع. دي بقى هنا انا شوية حاجات كده حاطينها في العلبة، حلقات، دي اللوزة اللي بنركبها في الدلاية، هنبقى نشوف برضو بنركبها ازاي، يعني شوية حاجات بقى لزوم تقفيل الشغل. طبعا لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا اللايك والكومنت والشير، وما تنسوش سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان كل الفيديوهات الجاية تشوفوها.
دي طبعا شوية حاجات بقى عشان هنستخدمها بعد كده. ده حلق في مكان هنركب عليه قطع من الريزن ونلزقها، ان شاء الله تطلع حلو. دي برضو اللوزة اللي بنعلقها في الدلاية اساسي معانا. يعني النهاردة الفيديو برضو فيه شوية حاجات اساسية المفروض تكون معانا. نيجي بقى للكيما بوكسي. النهاردة هنتكلم عن نوعين كيما بوكسي من شركة كيماويات البناء الحديث. ده كيما بوكسي كاست، هما لسه منزلينه جديد قريب. مكتوب هنا طريقة الخلط 3A 1B 3L1. العبوة اللي انا ماسكاها دي A، المصلب اللي هي العبوة التانية اللي على الترابيزة عبوة B. الكيما بوكسي كاست ده المفروض ان هم عاملينه خاص بالقوالب، بحيث ان هو ما يبوظش القوالب، لان طبعا اكتر المشاكل اللي بتقابلنا او الناس اللي بتعاني ان القالب بيبوظ، ان الايبوكسي او الريزن حامي عليه فبيقطعه وبيبوظه. فالمفروض ان شركة كيماويات البناء الحديث عملت النوع ده علشان يبقى خفيف على القوالب ومفهوش بابلز كتير، بيطلع الهواء تلقائي صافي جدا، كلير جدا، ابيض وشفاف جدا جدا، سوري شفاف جدا. فلما هنشتغل بيه هنشوف. يبقى ده اول حاجه انا حبيت اتكلم عنها، الكيما بوستي كيما بوكسي الكاست اللي الشركه لسه منزلاه قريب. العبوه بتاعت الكيما بوكسي كاست دي عبوه كيلو، انما العبوه دي كنت جايباها كبيره شويه 4 كيلو عشان هنعمل شغل كتير بيها. دي كيما بوكسي 150 3D، ده برضو حلو جدا جدا جدا، زجاجي جدا جميل، برضو ده من شركه كيماويات البناء الحديث. ده كان الناس كلها بتستخدمه الاول قبل ما ينزلوا نوع الكاست، بس مشاكله بقى ان الناس بتقعد تقول ان هو بيبهدل القوالب شويه، بس كشغل شغله تحفه. زجاجي برضو هنشتغل بيه وهنعمل منه شوية شغل هو والكاست، عشان نشوف كل واحد شغله بيطلع ازاي. بس الاتنين انا شايفة ان مفيش فرق، الاتنين زي بعض. الفرق الوحيد ان الكاست البابلز بتاعه تقريبا ما بتبقاش فيه، ولكن الكيما بوكسي كاست للأسف ريحته وحشة شوية، ريحته نفاذة شوية، انما الثري دي ملهوش ريحة. يعني الناس اللي بتشتغل بيه ملهوش اي روايح وحلو جدا. فيا رب تكونوا استفدتم، وان شاء الله تجيبوا بقى الحاجات دي وتجهزوها. اعملوا سيرش على جوجل، اكتبوا كيماويات البناء الحديث، اعرفي اكتبي في السيرش فروع كيماويات البناء الحديث، شوفي الفرع القريب ليكي وتروحي تشتري منه العبوة. بتجيبيها اقل حاجة عنده كيلو، طبعا مش بتبقى كيلو كاملة، لان تقريبا الوزن الاتنين مع بعض بيكملوا كيلو، ال A مع ال B اللي هو الريزن والمصلب، تمام؟ فشوفوا كده، اعملوا سيرش وشوفوا اقرب فرع ليكي وحضري بقى العبوة. او لو حابة نشوف اول فيديو لما نشتغل وتبدأي بعدها تجيبي، سواء بقى ال 3D او القصد، هما الاتنين حلوين. انا قلت مزايا كل واحد. بصوا دي حاجات برضو بنحتاجها، دي كانت جوه العلبة، دي حاجة انا كنت عاملها قبل كده من الريزن برضو. هنعمل ان شاء الله شغل حلو وجميل. ودي حاجات برضو كنت عاملاها من الريزن، بس ده كان النوع اللي انا كنت بوفره على الصفحة، للأسف خلص حاليا فمش موجود. فعشان كده انا حاولت ان انا اشوف لكم ايه المتاح في الاسواق واللي موجود وتقدروا تشتروه بسهولة، اللي هو كيما بوكسي كاست من محلات كيماويات البناء الحديث. ان شاء الله يطلع زي ده واحلى، يعني ان شاء الله. فهنجرب ونشوف مع بعض بقى ايه الشغل الجاي، ونبدأ نتعلم ونعمل فعلا مشروع ناجح ومربح، ونتعلم من الالف للياء ازاي نعمل اكسسوار، ازاي نعمل حاجات للديكور، سواء كوسترات بقى، صواني، حاجات. فتابعوني ان شاء الله. طبعا قبل ما اختم الفيديو، ما تنسوش لايك وكومنت للفيديو لو فعلا عجبكم، ما تنسوش الشير للفيديو عشان القناة تكبر وتستمر بيكم، ما تنسوش سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان اي فيديو جديد ينزل يوصل لكم الاشعار بتاعه اول باول. طبعا الصفحة بتاعتي على الفيسبوك موجود عليها كل القوالب الخاصة بالريزن، الكوسترات والدلايات، ان شاء الله تقتنوها وتعملوا بيها احلى شغل. ويا رب اكون افدتكم في اول فيديو. هنا برضو ده نسيت اوريه لكم، الاساسي معانا لازم يبقى معانا مفرش سيليكون، عشان واحنا شغالين لازم نفرش حاجة تحت القوالب بتاعتنا عشان ما نبهدلش المكان اللي احنا بنشتغل فيه. يعني احنا مثلا لو بنشتغل على ترابيزة وحطينا القالب عليه